نتابع مشاهدينا فقراتنا بسرنا. استقبل مثل كل نهار أربعة المعالجة النفسية الصديقة دانيا دبيبو. أهلا وسهلا فيك دانيا. يا هلا مالي. واحد بحس هيك عنده صداقة فكرية مع الناس. ايه. عن جد كل ما بيتواصل بيتناقش بيفكروا سوا، وانت هيدا دورك عم تعمليه معنا كلنا. دانيا، اليوم عم نحكي عن النضج العاطفي. يلي أكيد بيفرق عن النضج بالعمر طبعاً. عن السنين اللي بتقطع مصير نقول إنه بدنا وقت وعمر وتجربة لننضج. بس شو الفرق بين النضج بالعمر والتجربة بالحياة والنضج العاطفي؟ إيه هلأ شوفي، النضج بالحياة هيدي خبرات متواصلة بتزيدك ممكن حكمة، بتصير بتقدري تعملي قرارات أحسن. يمكن بننضج جسديا، يعني نحن عم نكبر على سنين، ولا يمكن استوينا بنجي بعمر بتقولي ما نضجت بس وصلت لمرحله طلع الديكلاين. بس النضج العاطفي هيدا عن كيف انت من جوا عاطفيا عم تقدري، بسموها يكون عندك قدره عاليه على السيطره على العواطف وعلى التعبير عنها بطريقه سليمه. بعكس اللي بيكون منه ناضج عاطفيا بستيري بتلاقي عنده ردات فعل كثير قويه او مش مناسبة للظرف، يعني في مبالغة، تحسيه مثل الولد الصغير. حتى لو كان عمره 60 ممكن يكبر الواحد وما يكون نضج عاطفيا. سو إلى علامات هي إذا أحكي عنها هلأ. وشوفي أنت مثلا تنطبق على حالك أو في ناس بتشوفيهم عم بيتصرفوا تصرفات اللي هيدي بدك تصيري تقولي لحالك هيدا منه نضج عاطفي. اللي بيكون ناضج عاطفيا أول شيء بيكون عنده تواصل مع شو حاسس، وبيقدر يعني يسميهم، أنا هلأ موتر، أنا هلأ مضايق، أنا هلأ زعلان. سو عنده هالتواصل، فهمين حاله عاطفيا وبيقدر يدير هول العواطف. بجزء من الذكاء العاطفي اللي بنحكي عنه مرات، اللي ناضج عاطفيا بيقدر يتواصل بشكل سليم مع غيره بحل الخلافات، عنده قدرة انه ما يفور يعني ليحل المشكل، لا بيقدر يقعد ويسمع لك وبيكون تفكيره على كيف بدنا نحلها، وبيكون عنده حس التعاطف عالي، يعني قادر يسمع لك ويعيش خبرتك وتجربتك انت وبيقدر يستوعبها. ما عنده مشكل اللي ناضج عاطفيا إذا غلط يقول أنا غلطت ويعتذر، يعني عنده حس المسؤولية عالي، ما بيستحي من الاعتذار، وذهنيته أنه أنا أوكي بغلط وبتعلم منه. وهون الذهنية كمان بتفرق عند الناضج العاطفي، أنه حدا منفتح، حدا قادر يعني يشوف احتمالات الناس، شو ممكن عندها فكرة، خليني اطلع بالفكرة اللي عم بيقولوها. منفتح منه كتير مسكر ومثبت بفكرته انه لا انا اللي بدي مشي فكرتي وانا صح. اللي دايما صح وبدي يصير ثبتها. هيدي منا نضج عاطفي اذا الواحد كتير عم بيتشبث بآرائه. كمان الناضج عاطفيا بيعرف يعمل حدود للعالم، بيعرف انه صحته النفسية اذا حدا عم بيضايقه كتير بيقدر يحط له حد، وعنده النفس طويل، اذا في مشكلة بيجي بحلها ما بيهرب منها مثل اللي منه ناضج عاطفيا. سو هيدي كل مميزات اللي بتخليه للواحد يعمل علاقات متينة فيها ثقة مريحة، فيها شعور بالامان، لان انت بترتاحي مع حدا هيك وما بترتاحي مع حدا اللي عكس كل هول الشغلات صح. اللي ما عم بيسمع لك اللي عم بيفور عليك، يعني إيه؟ اللي مش ناضج قد ايه بيسبب مشاكل لحاله ولغيره. في عمر هون دانيا للنضج العاطفي؟ والله شوفي بنسأل كثير هلا، نحن ما بنخلق ناضجين عاطفيا طبعا. مثل بقيه الشغلات، يعني من نحن وصغار بنصير بنبتسم، بنصير بنضحك، بنفرجي انه عم نبكي عم نغضب، ومع الوقت بنصير بنتعلم اي هي ردات الفعل المقبوله واي لا بحسب كيف عم نتربى كمان. سو هيدا بتصير عم تتطور عنا بعمر المراهقه، المراهقه بتقوى مع تعاملنا مع الغير، وهون بتصير عم تتثبت اكثر. وبيقولوا على عمر 25 سنة الواحد ممكن ينضج عاطفيا، لأن هيدا الفص الإدماني من الدماغ خلاص بيكون اكتمل على 25.
لكن لسوء الحظ في ناس ما بيكتمل معهم النضج العاطفي بهالعمر، وممكن تسحب وقت كتير لان في اشي عوامل كتير ممكن تكون عم بتاثر عليها. عم بتاثر مثلا دانيا، يعني ليه في ناس بتنضج وناس لا؟ هلا شوفي، في العامل الجيني بيقولوا بيلعب دور. يعني انت بتشوفي مرات شخص هذا بنقول سريع الافتعال، شو الاشتعال، يعني بيفور بسرعه خلص فار. سو هيدي بالجين منقول عنده شورت فيوز. بيجي الولد مثله كمان بفور، عرفتي اللي سو هيدي ممكن تكون عامل اساسي. اللي بيتاخروا كثير بالنضج العاطفي هن يمكن الاولاد اللي ربيوا بتعنيف، اللي عندهم خبرات صعبه هن وعم بيكبروا، لانه من هن وصغار يعني ما بيكونوا عم بيتعلموا على التعبير عن العواطف بشكل سليم، بالعكس مقموعين مأذيين، اذا تعنيف لفظي عاطفي جسدي. سهولي كلهم بيأثروا على هيدي طريقة النضج اللي عم بيكبروا فيها. المغنج كتير، المغنج كتير ايه، لانه كل شيء مسموح له، ما قادر، ما بيعلموه يضبط ردات فعله، بصير هذا بفوق لا بدي الشغله. سو ما عم بيعودوه كمان، تربيه لها كتير دور. هلا بتعرفي مع العمر كمان ممكن ياخرها ادويه الأشخاص ممكن تاخدها، الضغوطات النفسية، طريقة الواحد كيف عايش كمان ممكن تأخر له، أو يمكن يكون ناضج بس خلاص بيوصل الواحد لمرحلة اللي ما قادر يعمل هالضبط للعواطف. بنشوف كمان الستات الحبالة هرموناتهم تتغير ما بعد الولادة، هرموناتها بتتغير، سو كمان بيصيروا هيك ما قادرين يتحكموا بعواطفهم. والمخدرات، إذا واحد فايت فوتة مخدرات عم بيتعلم يسكن العواطف، سو بيكونوا عم بيتكيفوا مع عواطفهم بطريقه سلبيه. سو في كثير اشياء بتاخر هيدا النضج العاطفي، بس في ناس يعني خاصه اللي بنشوفهم بيشتغلوا على حالهم، بيروحوا عند مختص بيتسلحوا فيها هيدي النضج العاطفي، بيصيروا كثير بيفهموا شغلات عن حالهم. ما هي الواحد بيكون خلص عم بيفتح ورشه بحاله بنفسيته، وبيتعلموا كثير مهارات، اذا كان بالتواصل، لأن هيدي شغلة كتير مهمة، وبضبط ردات فعلهم وبكيف يعدلوا الضغط النفسي. اللي بيقطع بتجارب كبيرة كمان بحياته ما بينضج قبل غيره عاطفيا، إذا تعلم يعني من هالتجربة. إذا تعلم، نحن دايما مرات بنحكي على النضج ما بعد الصدمات اللي الواحد بيصير هيدي، إذا الواحد اشتغل عليها هالصدمة بيتغير تفكيره، خاصة إذا هو يعني لاحظ انه هو عنده ردات فعل مبالغ فيها. طيب انا شو لازم اعمل لحتى اضبطها؟ سو بيتعلم الواحد هيدي شغله، ما انه ما بتجي ابدا مع العمر، بتجي اذا الواحد نوى، واذا واحد خلص بلش يعمل خطوات لينضج عاطفيا، والا حياته بتتكركب مع اللي حواليه. يعني اكثر شيء بنشوفه انه العلاقات ما بتكون سليمه، يعني عدا عن انه هو بيكون كمان بيتعذب ببعض الاحيان لأن ما بيكون عجبته حتى ردة فعله، بس كمان بيأثر على المحيطين طبعاً. يعني نحن كيف لازم نتعامل مع هالشخص يلي خلاص عرفنا انه هو ما عنده نضج عاطفي كافي؟ ايه هلا بحسب مين، لان اذا قريب منا اكيد طبعا، صديق ممكن. شريك بالبيت، أهل الأولاد عم بيشتغلوا على حالهم هلأ، بتحسي عم بينضجوا عاطفيا، بس بيضل عنا مشكلة الأهل إنه طيب ما هن بعدهم ردات فعلهم ما منيحة وما عم بيسمعوا لنا. ما هو اللي منه ناضج عاطفيا كتير بيحول لك كل شيء عليك، إنه أنت السبب، أنت الحق عليك، ما فيك تتفاهمي معه. سو مرات كتير بدنا نخفض التوقعات من هول الأشخاص اللي عايشين معهم أو هيك، خلص نقول هولي هالقد بيعرفوا، إذا أهل هالقد بيعرفوا ما نضجوا، يمكن هلا صار كثير مأخر انه ينضجوا عاطفيا او يعملوا الحوار المطلوب معي او يسمعوا لي، بدي اقبل انا انه هن هيك. ومرات كثير يعني بصير بدنا نجرب نحط حدود، يعني لانه مرات بصير اللي منه ناضج عاطفيا بيعمل تصاعديه ردات الفعل اللي ممكن توصل للتعنيف، هيدي هون بتصير خطره، لان اللي منه ناضج عاطفيا كمان كثير بيكون عم بيفكر بس بحاله هو، ما عم بيشوف الشخص الثاني. سو اذا عم توصل لتعنيف هون لا، بدنا نحط حدود بقوه لنحمي حالنا.
ونبعد شوي، إذا هي بس قصة منه نضج عاطفي، ممكن يعني مرات إذا في شيء بدنا نقوله بدنا نحط هالشخص ونقعد ونعطي مثل نحكي عن حالنا، إنه أنا بدي أحكيك بشغلي، بس أنا بلاحظ مرات كتير إذا بدي أحكي بيصير بيعلى صوتك، أنا بتضايق لما أسمع الأصوات العالية وما بعود بعرف فكر منيح، يا ريت تقدري تسمعي لي للآخر، لأن أنا وياكي بدنا نلاقي الحل، لأنه ما فيك تتهمي اللي منه ناضج عاطفيا، ما حيقبل، أنت ما حتسمع، ما تسمع لي أنت، ما فيك تعاملي بالمثل، بدي رد عليك يعني الحق تحمى. عليك ايه. ما هيدي الرد الطبيعي، سو نبتعد عن الاتهام ونحكي عن حالنا، انه شو بدنا نحن من هالحوار اللي بدنا نفتحه. هلا مرات كتير يعني بينفع هيدا الحوار اذا قدرنا نجيب اسلوب منيح، ومرات ما بينفع، بصير بدك انت اذا محكومه فيه للشخص كتير خلص انه تكوني متفرجه وتقطعي الامل انه يسمعك، وللاسف هاي يعني ما حلوة، لأن بتصيري أنت بدك تروحي تحكي لحدا تاني بيكون هيدا الشخص قريب. بالعلاقات إذا الواحد عم ببلش يتعرف على حدا وعم بيكتشف أنه هالحدا تاني بده ينتبه من الأول، لأنه مش رح يقدر بسهولة تخليه ينضج عاطفيا للشخص اللي معه. هيدي يعني بتبين بتصير من ردود الفعل، ومرات الواحد بيصير بيقول لا معليش بكرة بحسنه بكرة بغيره، بس بدنا نشوف الأسباب هو ليش ما ناضج عاطفيا. في إشياء صعبة ما بتنحل أوام، فيك تعلمي للشخص أساليب الحوار وأنه تعال خلينا نحلها، بس أنه بدنا نشوف نحن شو بدنا منه هالشخص، حقدر اتحمل أنا كل الوقت اتعامل مع حدا مثل ولد صغير بيعمل ترنات وما بيسمع لي وبده يفور كاستراتيجية يهرب من مسؤولية المشكلة، لأنه كثير بنسمع بيتضايقوا من أنه عم بيغلط الشخص وما بيعتذر. اللي ناضج عاطفيا بيعتذر، بس لا، هديك بصير بحط الحق عليك واللوم عليك، ما بتوصلي معه يعني هيدي بسيئاتها، ما بتوصلي معه لحلول، بيضل في اشياء معلقة. وتبو بعدين مثل ما قلت دانيا، يعني من اهم الاسباب انه هو الشخص ما بيعرف مشاعره، يعني ولا بيعرف مشاعره ولا بيعرف يوصفها ولا بيعرف يتعامل معها، فكيف بده يفهم شو عمل؟ طيب هل بنقدر هالشيء اذا يعني قلت قبل بشوي انه في يطلب مساعده، ممكن يتمرن على هالشيء، يعني معناتها بنقدر نزرع نحن كاهل نوع من النضج العاطفي عند أولادنا؟ هيدا الضروري، هن إذا الأهل عرفوا تعاملوا مع أولادهم بينضج عاطفيا الواحد بالشكل الطبيعي يعني مع الوقت، بس إذا من الأساس ما زارعينا هيدا النضج عندهم، ما يعني تخيلي أنت أهل كيف بدهم يزرعوا نضج عاطفي إذا هني ما عندهم إيه كمان، سو بده الواحد يشتغل هو على تعديل ردات الفعل ويكون قادر دايما يفرجي لهالولد، يعلمه كيف يتعاطف مع غيره. يعني أكثر مثل اللي بنعطيه لما بيكونوا الإخوة عم يتخانقوا مع بعض، لما ببلشوا بيصرخوا عليهم كلهم سوا ويلا بالقشاط أو بالعصاية أو بكذا، هيدي أكيد منا نضج عاطفي. بينما إذا بتجيبيهم وبتحطيهم وبتعلميهم كيف يحلوا الخلافات، وإنه خيك أنت بتقبل إذا هو عمل فيك هيك، بتقبل ما يعطيه لعبتك، كيف بتحس مثلا، نبلش نعلمهم هيدا التعاطف والآخر شو ممكن يكون عم بحس، لحتى ينمى عندهم هيدي وجهة نظر التاني، ويكون الأسلوب اللي عم نحكيهم معهم أسلوب حواري نناقش كيف ممكن نحل الخلافات. يعني هيدي بدهم يصيروا يطولوا بالهم ويعملوها شوي شوي وعلى وقت، لحتى يكتسبها هيدا هالولد الصغير مهارة، وأهم شيء علموهم كيف يديروا عواطفهم، يحكوهم على العواطف، أنت هلأ غضبان، أنت زعلان، أنت موتر، يسمون هول العواطف لحتى يصير عنده هيدا النضج، لأنه هيدي كتير مهم الواحد يقول هو شو عم بحس، ونعرف كيف نقدر ندير هالعاطفة، ما بدنا نخاف منهم هول العواطف، مهمين لإلنا. في ولاد لأن ما بيعرفوا حالهم شو بيحسوا، يعني بيصير يبكي لأنه ما عرف يعبر، ونحن ما منتواصل معه تنسأله شو بيك أو شو حاسس أو ما منسميله هالأحاسيس، فهو مجرد ما يعمل نوبة البكي نحن يعني من غض النظر بنصير بدنا خذ هالشوكولا وما بيكون فهم يعني شو صار. لا ايه
سو هول اللي بيقولوا لك خذ هالشوكولا بيتعلموا تسكين العواطف بالاكل بالحلو. سو هول اللي بصير عندهم مرات كثير على كبر انه هيدي وسيله التكيف الايموشنال ايتينج، ام ناكل لنروق، مش بنقعد بنشوف هالعاطفه شو عم بتخبرني انا، شو لازم اعمل. بدنا نختبرهم هول الشغلات، نفهمهم، وكثير مهم نكون كمان عم نشوف غيرنا شو عم بيختبر، نحط حالنا محله لنقدر نتواصل معه ونشوف انه والله يمكن معه حق في وجهه نظر. ما انت بدك تعلميه للولد المرونه الفكريه كمان مع المرونه العاطفيه لينما بشكل سليم، ما تكوني عم بتسكري له على قصه العواطف. حكينا مرات كثير على الرجوله السامه انه هيدي مع الصبيان لا ما بنحكي عواطف، لا نحكي عواطف معلش، يحددوها ما يحسوها شيء غلط كثير. صح إيه؟ لانه اكيد الرجل والصبي الصغير بحس إيه؟ مثل البنات مثل الامراه، فليه إيه؟ بده يخبيهم. وصلتيني لمحل دانيا هيك، في كثير مواضيع طرحناها قبل سابقا انه كيف اهميه التواصل بين طرفين شريكين بالزواج، يعني قد ايه مهم يكونوا شريكين ناضجين عاطفيا إيه؟ شو بيأثر يعني على طبعاً. حل كل المشاكل على أنه نشوف الحياة ونقدر مشاعر الآخر ببطل في خناق، يعني لا. ببطل في هيدي هي اللي بتعمل فرق، اللي بيكون ناضج عاطفياً ما بتحسي عنده مشاكل. طيب ما هو عم بيجرب يستوعب الآخر، عم بيجرب يشوف شو خبته شو اللي كيف يساعده هالآخر لحتى نصير اثنيناتنا عم يعني بنبسط بحياتنا أكتر. كتير منلاقي إنه لما بيكون طرف من الأطراف منه ناضج عاطفيا، الشخص الثاني كتير بيكون عم يعيش تعاسي تعاسي عن جد، ما عم بيكون قادر يكون على أحسن ما عنده معه هالشخص الثاني، وبيتلبك لما بيكون في عنده أزمات. إذا يعني صار أزمة وبدي أجي أحكي له لشخص أنا منه ناضج عاطفيا، ما الحق عليك، ما أنت اللي ما عم تعرفي تطي عمي روق روق. سو إيه مهمة. صح، كأنه النضج العاطفي واحد من إذا بدي أقول ركائز مشاعرنا وتصرفاتنا. مزبوط، ركيزة كثير مهمة، وهون بنشوف الأشخاص اللي مصابين بالتوحد ما بينما عندهم النضج العاطفي لأن تركيبة دماغهم مختلفة، فكتير بيتعذبوا الأم مثلا أو أي حدا عم بيتعامل مع شخص عنده هيدا التوحد، بتتلبك كتير معه، ما قادر يقرأ لك عاطفتك، ما قادر يعبر عن عاطفتك، عنده هو ردود الفعل، فبدك تكوني متنبهة. سو بنشان هيك إيه اللي ما تروحي على الإكستريم، حدا إنه منه ناضج عاطفيا بيضايقك، يعني إذا من أصحاب أو على كل شغلة بدنا نعمل قصة منها بتقولي اف يعني ما عاد فيي مرات انه عم تتعبني الشغلة. فكيف بالازواج اذا كنت انت بالبيت مع الشريك اللي منه ناضج عاطفيا عذاب. ونفس الشيء اذا في عندك اخوة او اهل او هيدا ما بتحسي قادرة تكوني انت مرتاحة بحياتك. عندنا صديق مشترك عم بيسألنا قال عم بيقول انه هل النضج العاطفي إذا كان موجود عند الشريكين إيه؟ وبيحلوا مشاكلهم وبيفهموا بعضهم ما بصير روتين بالعلاقة؟ شو بدنا نجيبه لعماد سالم؟ مش معنا لأنه من لك سلامة قلبك بس عم يحضرنا وعم يسأل هيدا السؤال. أنا من وجهة نظري بقول له لا، ما في ملل بالعكس. ما في ملل بالعكس، ما هني شوفي حكينا هيديك المرة يمكن على أنه الروتين ممكن يخلق بالعلاقة، وهون بيجي دور التجديد، بيضل الواحد قادر يجدد بالعلاقة. حلو يصير في مناكفات، بده يصير في مناكفات وفي اختلافات، بس انه طريقه حل الاختلافات صح مهمة. حدا بدنا نقول له اياه هي انه ما في خلاف، في طريقه حلوه سليمه صحيه لحل هالخلاف. لا وبتتجدد العلاقه صح. يعني طيب اذا اثنين كثير عم منسجمين بحياتهم وهيك بضلوا يلاقوا شغلات يساووها ليجددوا ويرجعوا يجيبوا شعلة هالحب وهالحب المغامرة والتجديد. صحيح بتضل موجودة ومهمة بالحياة. وقدي مهم دانيا يعني انت لاقن هيك من السؤال، قدي مهم انه واحد وتصير فيها الخلاف على او الاختلاف خليني اقول على اي وجهة نظر تنتهي هيك هالمشكلة بسلام برقي باحترام قتلك بوسي ما حدا
ايه ما حدا بيكب على الثاني، ايه. المخطئ بيعتذر، يعني قديه بتقوي المشاعر حتى عند الطرفين. حياة مريحة هاي ماجي، حياة مريحة لو الناس بتعرف، لو بتدوقها ما بتعود بتحب تتراجع للحياة اللي لا بدي مرك عليك وبدنا صح. بدي حط على عينك وبدي كذا أكتر إيه؟ وأنا ما بغلط و... والحق عليك وكل هالتفاصيل هيدي ما حياة شريكين، هولي صارت حياة صح. ناس يعني الضاد عم بنقرني لنقرك 100% شغلة حلوة أبدا. وقتها منقول نضج في مقابلة ولدنا، يعني في قلة نضج أيوة. وهون المشكلة وقتها بيكون ست كبيرة أو رجل كبير عم بيتصرف بطريقة هيك انفعالية مثل كأنه بعده مراهق أو ولا. هون المشكلة عند الشريك اللي أيه. بتصير كبيرة أيه. فنشتغل عن بيقولوا أنا مزوجي حدا كبير ولا عم بربي ولد، هيدي المشكلة إنه هيدا ما كله بده جهد تصيري لحتى تتعاملي مع حدا غير غير ناضج عاطفيا متعب. طبعا شكرا دانيا على هالموضوع كثير حلو، بشوفك أربعة الجاي الله راد.